لولو عبد الملك، عدى في اختصاص 400 متر حواجز، 24 سنة. النتائج اللي حققتها في المشوار الرياضي هي بطل عالمي عسكري، نائب بطل عالمي في جامعي، بطل في الألعاب الإفريقية، ورقم قياسي وطني جزائري 48 الثانية 62 جزء من المئة في الألعاب الأولمبية، و13 عالميا. كل بداية، يعني البداية تكون صعبة نوعا ما. بديت أنا في جيجل، يعني في الولاية تاعي، ولكن يعني نقص الإمكانيات لتما وكلش. اتجهت إلى الجزائر العاصمة مع مدرب ستالي صابور، يعني اللي قام بعمل رائع وعاوني ساعدني ووفرلي كل الإمكانيات، والحمد لله. يعني رغم هذا الاختصاص، اختصاص صعب جدا، إلا أن تمكننا من الوصول إلى المركز 13 عالميا، وهو نتيجة صعبة. يعني مع إمكانيات قليلة وتدريب كثيف قمنا بهذه النتيجة، الحمد لله. إن شاء الله رانا يعني نقوم بعمل جيد. يعني بالنسبة بالبرنامج الذي سطره المدرب تاعي والأهداف اللي سطرناها إن شاء الله في المستقبل راح تكون كبيرة إن شاء الله، ونتمنى يعني نوصلوا لهذه النتائج بالإرادة والعمل يعني، وكذلك الإمكانيات ما ننساوهمش. يعني إذا ما كانوش إمكانيات ما تكونش هناك نتائج. سما كل عداء ورياضيين يعني يطمحوا انه يديروا نتائج، بصح تكون هنالك امكانيات يعني باش يكون الرضا، وكذلك ان شاء الله نوصلوا الى نتائج افضل. لانه هذا العام البطوله العالميه طموحي انا كبير الوصول الى النهائي، يعني وصول الى النهائي، وكذلك الالعاب الجامعيه، الالعاب العالميه الجامعيه، نحافظ على ميدالية تاعي يعني اللي قمت بها في 2015، ميدالية فضية إن شاء الله، ولما لا نتيجة أفضل، ميدالية ذهبية. يعني المنافسة هذيك كانت كأول منافسة ليا، يعني كان نوع من الارتباك والخوف، لأني كنت واحد، ما كانش المدرب تاعي، وهذا شيء أثر عليا نوعا ما. إلا أني كانت إمكانياتي وطموحي كبير لرفع راية الجزائر وتشريف الشعب الجزائري اللي كان يستنى فينا نقوم بعمل أكثر من اللي قمنا به. يعني في النصف النهائي كنت نوعا ما تعبان، وخاصة يعني ما كانت هنالك حكمة المدرب، يعني لازم يكون هناك المدرب يوجهك ويعطيك نصائح للاستفادة منك. كما قلت أنا صغير السن وكأول مشاركة لي جاتني نوعا ما صعبة، وإن شاء الله يعني في المستقبل إن شاء الله يكون هنالك فريق كامل يقوم يساعدنا إن شاء الله لتحقيق نتائج أفضل. اولا هي المدرب، لانه المدرب هو نصف يعني نقولوا نصف النتائج هي المدرب، والنصف الاخر هو العداء. ويعني هذا شيء ايجابي كثير بالنسبه للعداء وبالنسبه للمدرب، لما يكون هناك تواصل وتفاهم هذا راح يساعد كثير، لانه في بعض الاحيان وبعض التدريبات اللي تكون شاقه، يعني جد شاقه، ما يخلق ليش صعوبات يعني في إكمال التدريب نتاعه، وهذا اللي خلاه يعني بعزيمته وإرادته وشجاعته اللي خلاه يوصل لهذا المستوى. ان شاء الله يعني ولما لا، باسكو 400، لانه 400 متر حواجز هي اختصاص صعب جدا، وكما قلت لك يعني كما يكونوش امكانيات كبيره ما تكونش هنالك نتائج، يعني ما نكذبوش على روحنا. وانا الاهداف تاعي اهداف كبيره وطموح خيالي، يعني اولا يعني
في النهائي ان شاء الله. الطموح النهائي وصولي الى النهائي في البطوله العالميه 2017 ان شاء الله التي ستقام في لندن. ولما لا، يعني اذا كانت هنالك امكانيه ان شاء الله تكون هنالك ميداليه، ولما لا، لانه يعني علما بانه رقم 48 ثانيه 62 جزء من المئه هو رقم بين افضل العدائين في العالم، يعني هذا شيء يحفزني ان شاء الله. ومع ان شاء الله البرنامج اللي راح يقوم به المدرب تاعي والاهداف التي سطرناها سابقا ان شاء الله تكون هنالك نتيجه جيده، ويكون اسمي ان شاء الله من بين الاسماء التي ستدخل التاريخ باذن الله. الانسان اللي ما يكونش طموح ما يقدرش ينتقل الى المستوى العالي، والطموح هو اللي يخلينا نسعى الى كسب والى الصعود الى تتويج في اعلى مستوى، سواء في البطوله العالميه او في الالعاب الاولمبيه القادمه ان شاء الله. وحنا نشتغل يعني بكل جديه، ونسهر يعني في التمارينات الصبح ومساء من اجل الوصول الى الى الى, إلى تتويج اللي راح يخلي يعني العالم الجزائري ان شاء الله يطلع في سماء طوكيو ان شاء الله، ولا في بطولات عالميه القادمه ان شاء الله. انا اهدافي هي بدءا بالالعاب العالميه 2017 التي ستقام في لندن، هنالك البطوله الافريقيه 2018، وكذلك العاب البحر الابيض المتوسط 2018. وصولا الى 2019 ايضا ستقام بطوله عالميه، يعني ان شاء الله الى توفقت في الوصول الى النهائي 2017 نظن بانه 2019 ان شاء الله ستكون هنالك ميداليه، وبذلك 2020 ان شاء الله طوكيو ستكون ان شاء الله نتيجه جيده. وحنا يعني ما طموحنا كبير، ولكن في النهائي